إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. للأهل كان بالنسبة لهم غريب أن أنا اخترت المجال الإعلامي. التحقت فيه وأنا صغيرة. كيف بدت معي حكاية الإعلام؟ حدثت بالصدفة، هي كانت في أيام المدرسة وأيام الاحتفالات المدرسية. أعتقد بأن المجال الإعلامي هو من أصعب المهن، ليس حاجز أو شيء عيب، لا بالعكس، لم يفتح أبوابه بعد للنساء بالشكل المطلوب. المرأة الإعلامية عانت الكثير من الصعاب. شوف طبيعة اليمن، المجتمع اليمني له خصوصية. إذا ما كانت مثلا المرأة اليمنية لم تخرج عن الإطار الذي لا يتقبله العادات والمجتمع والناس في اليمن، فأكيد أكيد ستحظى بتشجيع من الكل. الوسائل اللي تستطيع أن تأخذ منها المعلومة متاحة للرجل وليست متاحة للمرأة. أعرف كيف كان الوسط الإعلامي سيء جدا 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 جدا، خصوصا للفتاة، لكن الآن الأحداث تغيرت. الآن الفرصة أصبحت سانحة أكثر من قبل. في الأحداث الأخيرة اليمنية أثبتت نفسها، سواء قلت لك في المجال الإعلامي المرأة اليمنية مكتسحة الإعلام بشكل كبير، تمنح الثقة في تمكينها من عمل قيادي كبير، حتى وإن كانت تستحق لم تكن تحصل عليها. الوزارات الإعلامية السابقة أجحفت في حق المرأة.